يلعن ام اللعبة، على ام النت، على ام الروتر، علق النت. اخر شي بتطلع لي وحدة حمراء وبطلع هيك رولو روت في. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا زعماء؟ فيديو اليوم شو؟ فيديو اليوم هو شراء البريميوم باس واستعراض البطل الجديد. وشو؟ رح نحاول نرجع نحصل فينسنت، فخلوكم معنا. طبعا مثل ما تعودنا بأي فيديو لشراء البريميوم باس، شو بنعمل نحن؟ بنعمل حركتين، انه بنفتح الصناديق اللي بالباس، تمام؟ وبعدين شو؟ طبعا انا الليفلات عندي كلها يعني تطويرات شامبات ما ضل عندي، فاول شيء راح افتح الباس، ارجع احاول اشتري فينسنت، ما زبط، بنفتح الصناديق. فيديو اليوم خرافي جدا جدا بعد انقطاع طويل. ليش الانقطاع طويل؟ انا كنت مرضان، فاي حدا بيتعارض مع عنده هذا الشيء خلي يروح يكب رأيه في الزبالة. أنا إنسان ديمقراطي وبحترم كل الناس وآخر شي بعمل اللي بدماغي. أوكي يا حبيبي، خلينا نروح شو نعمل. نعمل هيك، ندخل على، بنكبس على كبسة البريميوم باس، تمام؟ بعدين شو بتعمل؟ بتعمل بتاخد أبو 160 جوهرة اللي هو الستاندرد، لا تدفع 240 الله يرضى عليك. بتعمل هيك 160 جوهرة، بروش سكسسفولي، تمام؟ بتعمل هيك بتاخد هذا السكين الجديد السويت سنو، سكين ظريف جدا 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 لأيريس. ليش؟ لأنه قالوا لك يا على رحلة راس السنة. طبعا راس السنة زمان، عرفت، صرنا بالشهر حرفيا الشهر الأول هاي السنة كان عبارة عن سنة كاملة، عرفت. المهم بنروح شو بنحصل هذا الإطار. طبعا أنا أبدا ما بلعب باللعبة، فالأشياء اللي لقدام لسه ما حصلتها. والله بشكلك كأنه حصلتها، يعني ما ضل شيء كتير. أوكي، وخلونا ناخد مين؟ ناخد هذا البطل العينتين، زيرو كيلفن، البطل الجديد. طبعا هو اول ستار هيروز اونت 5 اوف 5 زيرو كيلفن. اكيد راح اعمل لكم فيديو استعراض له، ولكن مو اليوم، لانه اليوم شو؟ بعد ما حصلنا هذا التشامب يا معلم، راح اعيف هاي الشغلات كلها. وشو يا معلم؟ راح اروح اني ارجع احاول اشتري فينسنت. طبعا فينسنت في عنده شيء اسمه لك بوينت، انا بس ما انتبهت عليها. لك بوينت هي بكم مثل انتم شايفين هون 22، يعني بقول لك انه افتح خمس مرات لحتى انت لك عندك عالي. اذا كان عندي لك واطي رح افتح مره واحده، فممكن يكون هذا الشيء عمليه طويله، بس استحملني انت وتفرج. انا رح اصرف جواهر يا حبيبي، لما انا بصرف جواهر انت تابعني، مشان شو؟ مشان يعني تتطور القناه عندي، عرفت، ما تطلع فورا من الفيديو وتعمل سكيب بتشوف للاخير اذا انا رح اعمل هذا ولا لا. ف 5 تايمز، خلونا نروح اول شيء نشتري من هدول الشغلات. لا لحظه شوي، كانسل حبيبي. طيب خلاص اعمل هيك، بتطلع برا بترجع بتعمل هيك مره ثانيه. فخلينا نشتري 10. اوكي، اول شيء بنشتري 10، حطينا 180 جواره، وانت مسك قلم محسوب انا شو بدي اصرف. هاي اول 180 جواره يا حبيب، واعطينا شو؟ اعطينا 5 تايمز، واديله شو؟ نيو سكين ايبك باور رياكتور. طبعا هو شو؟ انا كان بدي تطلع لي الحمراء لحتى اشو احصل هذيك الجوهره لحتى اشتري فينسنت، بس ما في حظ. حظ ابو كليب شكله عم يطلع، تمام. راح افتح وحده وحده، لانه ليش؟ انه لازم اني انا اشتري تشامب. ف 5 تايمز طلعت له وحده منهم الحمراء، بس ما طلع لنا فيها شيء. اللاك بوينت ارتفع عندي، صار 27، ان شاء الله كمان ترجع تضرب لنا ضربه حلوه. اعطيني اياها يا حبيبي. طبعا الفيديو السابق طلع لي سكين شو؟ طلع لي سكين جوني جيت، وهي مرة طلع لي سكين مارك، فضل لنا عندنا سكين واحد، واتوقع لسندري وواحد من هدول الشمبات. طبعا سكين شارد، بالله عليك خلص حاج يا اخي، والله حاج تعبت وانت تقول لي اختار من هدول. خلص شو بدك؟ هات هاي انجلز. لا ما بدي انجلز. شو انجلز؟ سوشي. السوشي كويس وطيب ومفيد، تمام. خلونا اللاك بوينت صار عندي شو؟ 32. ترجع هيك، اوكي خلونا احط 20. طيب حبيبي شو بك ليش ما عم تكتب 20؟ خلونا نرجع نشتري 10. 180 360، واعطينا 5 تايمز يا حبيبي. يعني بالله عليكم ايمت هذا التشامب ممكن يطلع؟ الفيديو السابق صرفنا تقريبا 1000 جوهرة، وهالمرة رجعنا اشترينا مدري شو، يعني اوفر صراحة، عن جد اوفر كثير هذا الشم. حتى اني طلع بقر مشان تطلع لي وحدة وما عم تطلع اساسا، يعني صار الموضوع صعب بالنسبة لي. طبعا في عنا هون بونص، تمام، رح ادخل عليه بعدين. 37 مرة تانية اللاك بوينت، منيح انتبهت، يعني 137 كنت افتحها فورا. ورجع طلع عنا اشياء
ما بتطلع لنا الحمراء ابدا يعني صراحة. والله ما بعرف افتح وحدة وحدة يعني، يعني هيك انه اجرب افتح وحدة وحدة. طيب صار حطينا 360 جوهرة، بنرجع بنحط شو، بنرجع بنحط، خلينا نفتح 15، 360، 560، 630 تقريبا صرت حطيت. تمام، واللك بوينت 42. افتح وحدة على اللك بوينت، ما راح افتح وحدة على اللك بوينت، يعني لك بوينت 42، الحظ خرافي يعني بالله عليك. ايمت يا اخي عن ام السكن، خلاص حاجة سكنات اقسم بالله حسابي صار بيسوى مليون دولار اذا بعته بس على السكنات اللي فيه عن جد يعني. حاج بليز 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 بليز، شو هاد لك بوينت 47، اديله روح روح، اعطينا واحدة حمراء. لا ابكي والله العظيم، لا ابكي لا ابكي لا ابكي، ما في شيء، ما عم يطلع اي شيء يذكر. شو اساسا هاي شو بيطلع فيها؟ باتل بوينت يا زلمه، انا ما بلعب اساسا لحتى تعطيني باتل بوينت. طيب لك بوينت صار 52، اديله اديله يعني 50% هلا حظ، عرفت؟ اذا ما بتجيني هلا الحمراء بدي اوقف عن جد، ما راح اصرف جواهري. ممكن انا كان اشتري سكنتين من لاكي درو، عرفت؟ ما بشتري سكنات عشان افتح اشتري البطيخ فينسنت وما عم يطلع. اللاك بوينت صار 57، بنرجع بنشتري 5، رح اشتري 5 5. تمام، صار صرف كتير عن جد، صرف كتير، صار لاك بوينت 57، عم نفتح 5 5. راسي صار يوجعني وراسي صار يحكني اساسا. باتل بوينت صار عندي مليون باتل بوينت وانا ما بلعب اساسا، شو هاد لك يا زلمة؟ يلا بالله عليك حاج، كويسة ليجندري. وو وو يا اخي يا اخي، اقسم بالله اكبر طاجة يمكن اكلتها في حياتي هلا. هاد شو هاد هاد، حرام يا زلمة، تنتين حمل عم بطلع لنا في، شوف رجعوني على اللاك بوينت صفر، صار اللاك بوينت صفر. راح اشتري وحده بس، راح اشوف شو راح يصير لما افتح وحده، هل راح يعلى اللاك بوينت تبعي؟ تعال نشوف، انا بدي اعتمد اني افتح وحده وحده ما عم ما بيرتفع، ما بيرتفع. والله لعبه 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 سخيفه، لعبه سخيفه عن جد، لعبه سخيفه. هات 10 ب180 لشوف، صار حطيت مليون جوهرة وما ضل معي غير 95 جوهرة، يعني إذا ما طلع لي هلا ما بعرف يعني شو أعمل. طيب والله العظيم ما بعرف، هاي خمسة، هات يعني مليت، يعني عم بفتح جواهر وعم بصرف وكل شيء وما عم بيطلع تشامبل جديد. من وين نجيب محتوى طيب؟ يعني إذا أكثر من هيك منين أجيب لكم محتوى؟ أنا بتابعوني طيب، إذا صانع البطيخ صانع المحتوى الرسمي اللي اللعبة معترفة فيه ما عم يطلع له تشامب جديد يعرضه للمتابعين، ايمت مثلا؟ هاي خمسة كمان. طبعا اللاك بوينت هو انك تفتح وحدة وحدة، اللاك بوينت هي متعلقة انك انت كل ما تفتح وحدة بيعطوك اياها نفس الشيء. خنابة اقسم بالله جابت لي الجلطة، طلي 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 القهر، طلي القهر. شوف يلا يلا يلعن ابوكي، خلاص يا اخ شو هاد؟ ها شو هالبا يا خاي، ضلالي وحدة لحتى اخذ التشم، وحدة وحدة بس، وحدة عرفت، بس وحدة لحتى اشتري، ما عم يطلع شي يا زلمة. شو هذا يا اخي، قسم بالله مستفزين كتير. رح افتح هدول الاخيرات وحدة وحدة وخلي شو اللي بده يصير يصير. ها هاي وحدة، لعيون الشباب ولعيون المتابعين ولعيون الزعماء، واحلى باتل بوينت صار يعطوني باتل بوينت 150، عرفت؟ صاروا يدلعوني زيادة. هات لك هات 60 ذهبة يا معلم، روح روح زرق، ديري بالك تطلعي حمرة، ها ديري بالك تطلعي حمرة، إذا طلعتي حمرة بصير مشاتل. هاي مشاتل مو مشاكل. طيب وبعدين يعني عن جد وبعدين يعني تفضل اخوي علاوي وياي انت، يعني تفضل خلصنا كل الجواهر اللي معنا، ما اشترينا شيء واخر شيء على الفاضي بس.
اوكي حلو. هدول بيعطوني بالمتجر هذا، فبرجع باخذهم. اوكي وصلنا حاليا. صار معي شو اني افتح 3 مرات حرفيا، انمقطت، كرهت اللعبة وكرهت الفيديو وكرهت شو بدك ممكن يصير في الدنيا بسبب البياخ اللي عم بتصير، انه عن جد اوفر، عرفت؟ اوفر اوفر، حتى انا ممكن اعتزل هاي اللعبة خلص. إيه شو هاد يا زلمة؟ طلع ايش قد بدي افتح لحتى اربح حبيبي؟ انا اشتريت، عرفت؟ دفعت، وين الاخيرة هاي؟ شو صار فيها يا زلمة؟ طلع طلع يعني، تفضل. حتى ميستري بوكس ما بطلع لنا. شو ها؟ يلعن ام اللعبة، على ام النت، على ام الروتر، على النت. اخر شي بتطلع لي وحدة حمراء وبطلع هيك رولو روت في. شو هاد؟ اقسم بالله عيب، قسم بالله عيب يا زلمة. شو هاد؟ والله العظيم عيب، عيب يا زلمة. يعني بصير هيك؟ والله ما بصير هيك. طبعا هذا هو التشامب الجديد. خلاص خلصنا فقرة المات، خلونا نقلب القناة نعمل نرجع الفقرة الثانية. التشامب الجديد يا حبيبي انا لعبت ضده، تمام؟ تشامب قوي، عملوا له نيرف فورا، عرفت؟ يعني بالفيديو الاخير حكوا لنا انه هن راح يعملوا له نيرف للشاب. شو يعني نيرف؟ يعني راح يقللوا له قوته. فهو شو اسمه؟ اسمه زيرو كلفن. زيرو كلفن شو هي الحركات تبعيته؟ الحركات تبعته هو معه مسدس، تمام؟ A short range weapon that slows down the opponent upon hitting. هو كل ما ضرب الشخص اللي قدامه بيعمل له تبطيء، تمام؟ تمام. شو قد الدمج تبع الضربة؟ 80. في عندك شو؟ السنوبول. السنوبول هي دمها 11000، يعني انت اذا حطيت كرة هي مثل الدرع، تمام؟ والرامينج دمج لما تضرب حدا 1400، والاي او اي دمج كمان 1400، والكلوز كوارتر دمج 800. إذا شلفت جنب حدا ممكن تصيبه ب 800. وفي عندك الالتيميت ابيليتي اللي هو بزت شو؟ بزت 3 طابات. هدول الطابات بضلوا هيك لحتى شو؟ لحتى يضربوا الخصوم اللي بارض المعركه، وبيعملوا دمج ب 1500 وبضلوا 9 ثواني. حرفيا ممكن يعملوا كثير عبطه بالفريق. فبما انه انا حسابي اساسا كل الشخصيات عندي اياها ماكس، تمام؟ ولكن في شيء جديد وحلو راح ينزل بالتحديث الجديد، اللي هو شو؟ اللي هو انك انت، او نزل اساسا بالتحديث الجديد، عفوا مو راح ينزل التحديث، هو شو؟ انه انت صار ما ملزم انك انت تفتح الميجا رامبل بوكس لحتى شو؟ تحصل الباور كور هاي. لا، انت صار فينك تكبس تعمل هيك، تعطيها الباور كور بتحطها على هذا الحلو، تمام؟ فراح اعمل هاي الشغلات لحتى شو؟ لحتى نطور التشامب ليفل 9 او 10، ما مهم، لحتى نطور ليفل 9، لانه ليفل 10 شو؟ كمان تفتح بوكسات يا حبيبي. اوكي صافي، تعطيج بالنت صغيرة، حتى انا جاني لاج مع النت. طبعا بعرف انا حسابي كتير قوي يا جماعة، صحيح ما بلعب بس حسابي كتير قوي. ليش حسابي كتير قوي؟ لانه انا بعرف شلون ارتب الامور، عرفتوا؟ واللي ما تابع فيديوهاتي النصائح يروح يتابع، لانه على اساس هالنصائح انا طورت كل حسابي. طيب خلصنا هون حاليا. في عنا شو؟ في عنا الذهبات ابو ابراهيم اللي سرقهم بباب الحارة. اوكي اسف صديقي عم نصور. فذهبات ابو ابراهيم اللي صورهم بالحارة حطونا هون على الهيروز اول شي، تمام؟ ومنروح لعند السيد كلفن. السيد كلفن حاليا هو شو؟ معه 930، خلونا نطوره. معي 8000 ذهب، يعني واو، سوبر واو صراحة. وابجريد كمان. اوكي صار عنا ليفل 7. ليفل 7 بتوقع، يعني ماني مشتي ارجع اروح وادور وافتح بوكسات وهيك، تمام؟ بستنى بركي يعني يطلع لي فينسنت. متامل انه يطلع لي فينسنت. ليش متامل يطلع لي فينسنت؟ ما بعرف، بس يعني اختاروا لي فينسنت، يعني والله حرام، ولد صغير قدامكم طاروا له فينسنت، خلوه يفرح. ما بعرف يعني، بدي احكي شوي هيك عن اللعبه، تمام؟ بس كنت عم باخذ الجواهر بلمن وبعمل رولينج هيك سريع. اوكي جاي جواهر، تعالوا نروح نشتري. نسيت انا انه نحن ممكن نرجع نشتري ونرجع نحاول نحصل الجحش فينسنت، تمام؟ انا حاسه اخر شيء ده يطلع تشامب كلب، يعني عرفت؟ ما معيش قد ما معي 45، اشتري ثنتين، عرفت؟
بشتري تنتين وبنخبطون بنقول يا رب باركي بنضرب هالطينة بهالعجينة، فيا بتزبط يا ما بتزبط، يا بيطلع عنا محتوى جديد كتير. شايف ما راح يطلع، لا لا والله اليوم حظي خرا وتافه وسيء، يعني عن جد ابشع من هيك حظ ما في، ما صار، لا عن جد ما صار. شو هاد يعني اللعبة حطينا اكثر من 1000 جوهرة تقريبا، مرة تانية صار حطينا 2000 جوهرة على تشامب وطلع لي كتير اشياء تافهة يعني. وبعدين طب يعني شو نعمل؟ شلون يعني ندفع لك 1000 دولار لحتى نجيب نحول لك حوالي على الويستر يونيون لحتى تعطينا التشامب؟ فلهون كانت نهاية هذا الفيديو، بس الفيديو صار طويل وانا عم بفتح وبحكي وهي الشغلات. تأملنا انه يعني يطلع لنا التشامب ولكن للأسف ما طلع لنا. بتمنى انكم تدعموني كتير وتحطوا لايكات واشتراكات، تفعلوا زر الجرس، تنزلوا تحطوا تعليقات حلوة مثلكم. كتير شكرا لكل الناس اللي قالت لي اللي شو كتير شكرا لكل الناس اللي اطمنت علي وقالت لي الحمد لله على السلامة والله يعافيك ومعافى وهالجمل الحلوة اللي انا ما بعرف ارد عليها منيح. شكرا كتير لكم، دعمكم كان خرافي. رجعوا دعمونا بهذا الفيديو وسبوا اللعبة، عرفت؟ اشتموا وسبوا وعيطوا وبي اجريسيف مع اللعبة. فممكن اني انا اعتزل اللعبة بعد هذا الفيديو، عن جد عم بفكر بهذا الشيء حاليا. فلحتى تخلونا نلغي هذا الشيء وارجونا ابداعاتكم تمام بالفيديو باللايكات. سلام.